شاء الله غادي نكملو الدرس ديال التوتر الكهربائي. دونك كما عرفنا بلي التوتر الكهربائي هو فرق في الجهد بين جهد كبير وجهد صغير، وعرفنا بلي التوتر الكهربائي يقاس بواسطة جهاز فولتمتر. الجهاز ديال الفولتمتر يركب على التوازي في الدارة. من براها عرفنا بلي أن الخصائص ديال التوتر الكهربائي في دارة متوازية كيبقى نفس التوتر في الفرعين، يعني الفرعين هما هادوك الثنائيات القطب، وعلى التوالي التوتر الكهربائي كيتقسم. هنا ما تسمينا اللي كتبت لكم كيتسمى قانون إضافية التوترات. دونك دابا غادي ندوزو لواحد الفقرة أخرى كتدوي على التوترات المتغيرة. دونك شنو هو التوتر المتغير؟ إلا شفنا هاد الصورة هنا كيبان لينا واحد الشكل ديال منحنى، هذا المنحنى كيتغير، هذا هو التوتر كيتغير، يعني كياخد قيم بحال هاد النقطة هادي، هاد النقطة كتغير، يعني هنا خدات قيمة هنا خدات قيمة، هذا كيتسمى توتر متغير، يعني يتغير مع مرور الزمن. طيب دونك وهاد التوتر كياخد قيم، يعني بحال هنا قيمة موجبة وهنا قيمة سلبية لأن هذا هو المعلم. طيب دونك ندوزو للتعاريف. التوترات المتغيرة: توتر متناوب جيد، هذا كيتسمى توتر متناوب جيد. حنا غنشرح لكم شنو هو التوتر المتغير. بعدا يسمى التوتر الكهربائي توترا متغيرا اذا تغيرت قيمته خلال الزمن، يعني القيمه ديالو هاد القيمه الا تبدلات مابقاش ثابته. دونك يسمى التوتر الكهربائي توترا متناوبا عندما ياخذ اثناء تغيره على التوالي قيما موجبه وقيما سالبه، يعني كياخذ هنا مثلا خدا جوج وناقص جوج، يعني ماشي كياخد غير جوج، كياخد قيمة موجبة وقيمة سالبة. يسمى التوتر الكهربائي توترا دوريا عندما يتكرر بكيفية متماثلة ومنتظمة خلال مدة زمنية. ما معنى دوري؟ شي حاجة دورية، هاد النقطة هادي المماثلة ديالها فين هي هادي شتوا، دونك كتعاود بنفس الكيفية خلال واحد المدة زمنية كتسمى دوري، ونفس القيمة ماشي إلا كانت هنا جوج وهنا تكون واحد. طيب غندوزو دبا غندوزو على التوتر المتناوب جيبي. إلا بغينا توتر متناوب جيبي غادي نستعملو ما يسمى بجي بي اف. الجي بي اف واحد الجهاز كيعنى التوترات ذات الترددات المنخفضة، غنوري ليكم. دونك حنا هاد التوتر المتناوب الجيبي كيتميز بمقدارين مقادير اللي خصكم تعرفوه. المقدار الأول هو الدور. الدور هو أصغر مدة زمنية يأخذ خلالها التوتر نفس القيمة متغيرة في المنحنى، هي المدة اللي كتعود فيها النقطة نفس الحركة ديالها. بينما التردد هو عدد الأدوار في وحدة الزمن، يعني هنا كاينة علاقة ما بين الدور والتردد، بحيث التردد هو المقلوب ديال الدور، التردد المقلوب ديال الدور. قريتو العام اللي فات فيما يسمى بالتردد في الطاقة الكهربائية. دونك التوتر الأقصى هي أكبر قيمة يمكن أن يأخذها التوتر المتغير. ممكن أشرح لكم، حنا خصكم تعرفوا في الدار عندنا واحد التوتر، هذاك التوتر هو توتر متناوب جيبي. القيمة ديالو إلا شدينا فولتمتر وقسناه غادي نلقاوها 220، هذيك ماشي قيمة قصوية بل قيمة فعالة. دونك شنو هي العلاقة بيناتهم؟ القيمة الفعالة كتساوي القيمة القصوية على جذر جوج. صحيح؟ ممكن أشرح لكم في هاد المناولة. دونك هذا توتر متناوب جيبي ثقيل وغنسميوه دوري. علاش دوري؟ لان هذا كيتعاود نفس الكيفيه. دونك شوفوا هاد النقطه هادي شفتوها، بحال انا مثلا هذا 8 الاخرى ديال المماثله ديال ناقص 8، نقولوا هذا متناوب جيبي. دونك هذا اللي كيتغير هذا هو الوسع، متفقين؟ هذا الوسع، ها الوسع القصوى او ماكس، شفتوا هو اقصى قيمه اي ماكس. بحال دابا في هاد الحاله انا هي 12، متفقين؟ ها جاوب ثاني باش نطلع شحال ثاني هنا تقريبا هي 6، هنا لهنا شفتوا، هادي هو الوسع القصوى. مزيان، دابا غندوزو للتردد. او هنا كاين الفريكونس، شوف هنا التردد او الدورة. نشرح لكم الدورة. انا الدور هو من هنا لهنا، شوف من هنا حتى لهنا، هاد النقطة فين بدات كتعاود الحركة ديالها هنا، هاد النقطة إلا بغينا الدور من هنا حتى لهنا، بغينا من هنا فين غتعاود حتى لهنا. هذا هو الدور، يعني من بدات هاي شو من بدات التعليل رجعت باينة ياك. غندوي على التوتر الفعال. التوتر الفعال قلنا هو اي ماكس على جذر جوج، والقيمة اللي كنعبرو اي ماكس اي افيكاس هي القيمة اللي كنعبرو بالفولت متر. متفقين؟ هذا مثال واضح. دابا غندوزو السؤال ديالي غنقرا عليكم باش كنقيسو هاد التوتر المتغير. حنا قلنا ان الفولت متر كتعبر غير قيمة فعالة، ولا بغينا قيمة قصوية باش غادي نعبرو. دونك في هاد الحالة كنستعمل واحد الجهاز سميتو جهاز راسم التذبذب. متفقين؟ غندوزو نشرحو ليكم. هاد جهاز راسم التذبذب هو واحد الجهاز كيتميز بشاشة. متفقين؟ فيه شاشة، الشاشة مدرجة 10 افقيا و10 عموديا. متفقين؟ فيه مدخلين، شوف المدخل الاول والمدخل الثاني، وفيه ما يسمى بالحساسيات. هذه كتسمى الحساسية الرأسية او سرعة الكسح، يا بالله الحساسية الرأسية. نشرح لكم هذه كتسمى الحساسية الافقية سرعة الكسح، واضح. دونك هذا هو الجي بي اف، جينيراتور دي باس فريكونس. الجي بي اف هو اللي غيعطينا الترددات المنخفضة. واخا نعطيكم مثال، انا غناخد واحد القيمة ديال التوتر 10. متفقين؟ التوتر بغيت يبان لي، اول حاجة كنطفيه، صح كنطفيه. انا عندي 10 فولت، يعني 10 يعني من هنا لهنا، من هنا لهنا كاينة 10، يعني كل تدريجة فيها 5. هاي كل تدريجة فيها 5، يعني 5 و5 هي 10، كذلك التعكير ناقص 5 ناقص 10. دونك إلا درت جوج غيعطيني 5، يعني غيعطيني 1 2 3 4 5، مغاديش يبان ليا. دونك في هاد الحالة غناخد 5. إلا خديت 20 غيبان ليا غير نص، 10 غتبان ليا غير وحدة، يعني هاديش كتقرا. كل تدريجة كتمثل 10 فولت. صافي؟ دابا أنا باش تبان ليا غناخد 5، يعني كل تدريجة كتمثل 5 فولت. مزيان. دابا غنمشيو للحساسية الرأسية. دونك هنا كاين كل تدريجة كتمثل ميلي سكون على الديفيزيون. دونك أنا غناخد هنا، هنا مكيبان لي أنا 10 ديفيزيون، هنا كيبان لي داكشي من داخل، ميبانش ليا مزيان. هنا اش كيبان لي أن كل تدريجة شحال هي 1 ميلي سكون. إلا خديت من هنا حتى لهنا باش نعرف الدور، عندي 1 2 3 ونص، يعني 3 ونص غنضربها في 1 ميلي سكون، يعني هنا المدة 3 ونص ميلي سكون. إلا خديتها جوج غتعطيني 1 تقريبا، هنا شي 1.8 في جوج. متفقين؟ غنصغر لكم الدور باش تبان لكم مزيان. دونك غنشوفو دابا هنا خديت كل تدريجة فيها 5. دونك الدور هو هاد الحساسية كتعني كل تدريجة أفقية شحال كتمثل بالميلي سكون. متفقين؟ دابا نصيفط لكم تمرين تطبيقي تعاملو معاه. دابا هنا مكاينش غير عندي غير توتر متناوب، انا عندي حتى التوترات اخرى بحال التوتر المربعي. شوف التوتر المربعي باش كيتميز، او ما يسمى بالمستطيل كارير. متفقين؟ وعندي التوتر المثلثي، يعني هناك انواع من التوترات، كاين المتناوب اللي هو على هذا الشكل، وكاين عندي المربعي اللي هو على هذا الشكل، وكاين عندي المثلثي اللي هو على هذا الشكل. دونك انا صيفط لكم الفيديو، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. لما فهمتوا صيفطوا لي في الكومونتير حتى نصيفط لكم تمرين تطبيقي.